كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. هل الموضوع هذا ديال الطابع الرسمي الأمازي هذا التزام الحكومي صرف ما فيهش يعني الحاجة كتبان خاصة في بعض الملفات وفي بعض القطاعات. نعطي مثال عشنا بحكم أننا يعني أنا وابن منطقة أمازيغية عشناش مثلا القضاء ما يمكنش تقاضى وتمشي للمحكمة وانت ما كتفهمش شنو كيقول القاضي أو لا ما كتقدرش تعبر على الـ على الـ على الـ يعني على الكلام ديالك باش توصلوا القاضي مثلا. نفس الشيء بالنسبة للإدارات. دونك هذا الشيء باش يتعمل تفعيل الطابعة الرسمية على المستوى اللوجيستيك الترجمة الناس المترجمين المساعدة المواكبة ياخذوا من الناس يديهم هذا خاصو إمكانيات مالية. قلنا في هذه الخمس سنين هذه غادي يدير الحكومة واحد المليار ديال الدرهم اللي هو 100 مليار سنتيم. كل سنة غادي يبقى تجيب الحكومة واحد 200 مليون ديال الدرهم في قانون المالية. فهذا قانون المالية ديال هذه السنة راه فيه. ثم السنة المقبلة 200 مليون والسنة كذا حتى نوصل 25 باش هذا الورش هذا على الأقل نكونوا تقدمنا فيه بشكل كبير. لأنه التفعيل ديال الطابعة الرسمية الأمازيغية، الأمازيغية ماشي غير الفولكلور. الأمازيغية هي أيضا حياة وهي مجتمع، هي قضايا، هي إشكالات. فالحكومة خدت العهد باش أنها تعطي الانطلاقة الحقيقية لهذا المسار هذا.